الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا محمد عليه أشرف الصلاة والتسليم. أما بعد، فتحية الإسلام بها نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الشهداء وعلى الجرحى وعلى الأسرى وعلى المسرى. السلام على أمتنا التي ستعود قريبا لعزتها. السلام عليكم جميعا أيها الحضور الشباب وضيوف الشباب من داخل غزة وخارجها. حضرة الأستاذ أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، حضرة الدكتور أدهم البعلوجي نائب رئيس مؤسسة إبداع، المهندس صابر عيان رئيس اللجنة التحضيرية، الحضور الكريم كل باسمه ولقبه وصفته، وكلكم ذوي مكانة، أهلا وسهلا بكم في ضيافة منتدى الشباب الحضاري ومؤسسة إبداع في فعاليات ملتقى الشباب السياسي الدولي جسور الثعلب. إيمانا منا في منتدى الشباب الحضاري بالوصول بالشباب الفلسطيني إلى مرحلة النهضة في كافة المجالات استعدادا لمرحلة الحضارة والبناء والتغيير، وضمن برامجه المختلفة يأتي هذا الملتقى الدولي السنوي والذي يهدف إلى التعرف على التجارب الشبابية المختلفة والتي بدأناها العام السابق بملتقى جسور الإعلام الأول، ونستمر بها اليوم بملتقى جسور السياسي الثاني. حضورنا الكريم، نفتتح ملتقانا الدولي هذا بالجلسة الافتتاحية والتي نبدأها بكلمة اللجنة التحضيرية للملتقى يقدمها المهندس صابر عيان رئيس اللجنة التحضيرية. الإخوة الأفاضل الكرام، كل باسمه ولقبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفنا حضوركم في ملتقى الشباب السياسي الدولي جسور بحلته الثانية. قبل أن نبدأ بالكلمات أو حتى بالجلسات، هناك مواقف تتطلب منا الوقوف عندها كثيرا وجيدا، خاصة أننا في حدث شبابي، نحتفي بالشباب ونعمل على الارتقاء بهم ليكونوا نواة المستقبل، مستقبل دولتنا وأمتنا بإذن الله رب العالمين. وقبل ساعات من الآن كان هناك حدث شبابي أكبر مما نحن فيه الآن، وهو ملتقى شبابي نخبوي قليل من يحظى به، أدى إلى الارتقاء أيضا كما نحن هنا نحاول الارتقاء، لكنه ارتقاء آخر غير الذي نتحدث عنه. وبالتالي وبما أننا نتحدث عن الشباب، فأول كلمة هي تحية، تحية لأرواح شهداء الإعداد الذين ارتقوا أمس وهم يعدون العدة بإذن الله رب العالمين للتحرير. إنه لمن دواعي الفخر أن أقف أمامكم اليوم متحدثا باسم اللجنة التحضيرية الشبابية لملتقى الشباب السياسي الدولي جسور بحلته الثانية، والذي يعد أحد أبرز البرامج الشبابية التي ينفذها منتدى الشباب الحضاري الذي يتبع لمؤسسة إبداع، والذي انطلق قبل عامين فقط ليشكل بعد ذلك نواة حقيقية وحاضنة كبرى تعد من أكبر الحاضنات الشبابية في قطاع غزة، ليبدأ معهم بمرحلة البناء ثم يصل بهم إلى مرحلة التغيير وينتهي بهم لمرحلة التكوين والتصدير نحو المجتمع. وإنه لمن الفخر أن أعضاء هذا المنتدى الذين يكتسبون هذه المهارات والأفكار والقدرات هم الآن بفضل الله تعالى في أماكن متقدمة من العمل الشبابي، سواء كان ثقافيا أو طلابيا أو إعلاميا أو سياسيا. وأكبر دليل على ذلك أن القائمين على هذا الملتقى بفكرته وتنفيذه وكل ما يتعلق به هم من هؤلاء الشباب. أيها الحضور الكرام، يشهد عالمنا اليوم حراكا غير مسبوقا في كافة المجالات، ودعوني أقول عنهم سباقا أو بمعنى آخر صراعا على المقدمة وعلى قيادة هذا العالم.
ويشكل الوطن العربي والإسلامي أو بكلمة عام أمتنا الإسلامية لاعبا أساسيا في هذا الصراع لثقله ومكانته ومكنونه وتاريخه. ويبقى السؤال، هل نحن مستعدون لخوض هذا السباق؟ وهل نمتلك الكفاءات والموارد القادرة على المنافسة؟ ودعوني أخصص السؤال أكثر بدون المقدمات التعريفية، هل يمتلك وطننا العربي والإسلامي وهل تمتلك دولتنا التي تطمح إلى التحرير شباباً قادراً على التغيير والوصول بمجتمعاته إلى الحضارة المرجوة في ظل صراع الحضارات؟ هذا ما نحتاج إلى أن نجيب عليه. فإن كانت الإجابة نعم وهو أمر نسبي نوعاً ما، فعلينا أن نعمل على الخطوات التي تليه تماماً كالتمكين والتركيز وإعطاء الفرص. وإن كانت الإجابة بلا وهو أيضاً أمر نسبي، فعلينا أن نعيد حساباتنا جيداً، لأنه من الكارثة والمصيبة أن تكون أمة كأمتنا لا تمتلك شباباً قادراً على القيادة أو تمكنهم ولا تستثمر طاقاتهم. وأعتقد أن فلسطين لها خصوصيتها في هذا الشأن كما لها خصوصيتها في القضايا الأخرى، فهي أحوج الدول على الاهتمام بالشباب وتمكينهم وإعطائهم الفرصة ليساهموا في عجلة النهضة الخاصة بمجتمعاتهم. وأستطيع أن أقول بدون أدلة فهي واضحة أن الشباب الفلسطيني لدينا يمتلك القدرة والقوة على إحداث أي تغيير نحو نهضة حقيقية، لكن لو أتيحت له الفرصة. وباب الحضارة هو المعرفة، لأجل ذلك التقينا العام السابق ونلتقي اليوم. فنقل التجارب والتعرف عليها والاستفادة منها قضية بالغة الأهمية لمن لديهم روح المبادرة على أن يكون لهم دور في تحرير وطنهم وبناء أمتهم. أيها الشباب، أيها الحضور، جئنا اليوم لنضع بين أيديكم نخبة من تجارب شبابية باتت رموزا في مجالاتها ومجتمعاتها، ليحدثوكم عن تجربتهم، كيف بدأت وما هي مراحلها وما هي الدروس المستفادة منها، حتى تكون بين أيديكم لتنطلقوا من حيث انطلقوا بإذن الله. أشكر لكم حضوركم الكريم، وأختم كلمتي بكلمة شكر خاصة لكل طواقم المنتدى العاملة بدءا بمجلس الإدارة واللجنة التحضيرية واللجنة الإعلامية واللجنة الإعلامية باللغة الإنجليزية وكل من ساهم في أن نصل إلى هذا اليوم. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل الخير، ونسأل الله أن يوفقنا في ملتقانا، والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله في المهندس صابر عيان رئيس اللجنة التحضيرية لملتقى الشباب السياسي الدولي. في مثل هذه الأيام انطلقت منذ 10 أعوام عقد من الزمان، بدأت بخطط ثابتة واليوم تصل إلى القمة. إنها مؤسسة إبداع الحاضنة والراعية لمنتدى الشباب الحضاري والذي يعد جسمها الشبابي. فلنستمع لكلمة مؤسسة إبداع يقدمها الدكتور أدهم البعلوجي نائب رئيس المؤسسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ الحبيب الأستاذ أحمد الحيسم وكيل وزارة الشباب والرياضة، الأخ الحبيب المهندس صابر عيان رئيس مجلس إدارة منتدى الشباب الحضاري، الإخوة أعضاء مجلس الإدارة، الشباب أيضا مجلس إدارة إبداع أبو أسامة معاصم، الإخوة الضيوف، الشباب أيضا جميعا، وأنا أنظر إلى إخواني وأحبتي ضيوف هذا الملتقى، فأجد أن ترسيخ فكرة تمكين الشباب هي ضرورة ملحة، وكما يقول الشافعيون بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أعتقد أننا عندما نقول بأن هنالك علينا واجبات كثيرة يجب أن ننجزها، فيصبح تمكين الشباب من الواجب أيضا والضروري، وترسخ لدينا القناعة بأن لا يمكن أن نحقق آمالنا وأهدافنا إلا عندما نمكن الشباب الفلسطيني، هذا الشباب الذي يبدع عندما يعطى الفرصة الكاملة. فأجد هنا الضيوف في كافة القطاعات، قطاعات العمل الحكومي والتشريعي والتنظيمي،
أجد من الإعلاميين الشباب الذين ممكنوا فارتقوا في مناصب عليا في هذه المجالات. فلذلك إخواني وأخواتي يجب علينا أن نعمل جميعاً لنرسخ هذه الفكرة التي انطلقت منها مؤسسة إبداع وكذلك منتدى الشباب الحضاري كي نرتقي بالشباب الفلسطيني. ونحن عندما كنا أحياناً نطوف في بعض البلدان نجد أن الشاب الفلسطيني عندما يوضع في أي مكان وتعطى له الفرصة يخرج من المحنة فتكون له منحة إن شاء الله ويتقدم ويتقلد المناصب العليا في المجال الذي هو فيه. فلذلك نحن أولى هنا في قطاع غزة وفي فلسطين أن نعطي الشباب الفلسطيني فرصتهم. هذه كانت الفكرة الأساسية لإنشاء مؤسسة إبداع التي أنشئت منذ 10 سنوات وكنا بفضل الله سبحانه وتعالى ولنا الشرف أن نكون في بدايتها عندما أسست هذه المؤسسة العريقة التي أخذت دورها من تحت الركام لتصبح أفضل مؤسسة شبابية في فلسطين ضمن تصنيف وزارة الثقافة في المسابقة التي كانت تنشئها على مدار عدة سنوات. فحصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى على أغلب هذه الجوائز كأفضل مؤسسة شبابية. انطلقنا صحيح من خلال التنمية البشرية ثم طورنا المؤسسة لتصبح أو ليصبح هنالك قسم لإعداد القادة ولمعهد فلسطين للدراسات والأبحاث ثم منتدى الشباب الحضاري الذي يؤسس لتخصصات مطلوبة لدينا في وطننا كي نرسم خارطة الطريق الحقيقية التي توصلنا إلى تحرير كافة أماكن وطننا المحتلة وليعود أهلنا من كل شتاتهم إلى كل وطننا الحبيب كي ننعم به لأننا نعتقد أن فلسطين هي أجمل مكان يمكن أن يعيش فيه الإنسان وينتمي إليه. إخواني وأخواتي نحن عندما نتحدث عن منتدى الشباب الحضاري وهذا الملتقى السياسي المهم الذي يناقش قضايا مهمة تهم الوطن وتهم العمل السياسي يجب علينا أن ندافع. هو قد نجتمع اليوم ونلتقي وندير حلقات النقاش بكفاءة وقدرة عالية لكن نحن نقول دائما أن الأهم من النجاح هو المحافظة على النجاح والاستمرار به. علينا أن نكون قوة ضاغطة من أجل أن ننفذ ما نفكر فيه. يجب علينا أن نطرق كل الأبواب أن نفكر كيف يمكن أن يمكن الشباب. أنا أقول لكم وبكل صراحة ما زلنا لم نقنع أصحاب القرار على كل المستويات بأن بوجوب تمكين الشباب. تمكين الشباب هو ربما يكون لم يخرج عن نطاق الحديث أو الشعارات. أنا الحقيقة لا أؤلف أحد يعني حتى أخواننا السياسيين يعني أو الناطقين الإعلاميين يقول لك بألف حدا لا أنا ما بألفش حدا لكن أنا أقول لن نستطيع أن نحقق أهدافنا ما لم نمكن الشباب وهذه حقيقة أنا مقتنع فيها تماما. وإخواني أيضا عاملين في مؤسسة إبداع سواء مجلس إدارة وعاملين انطلقوا من هذه الفكرة ويؤمنوا بهذه الفكرة ولكن الحقوق تنتزع ولا نقول تنتزع بالعنف لا لا نحن دعاة قوة ضاغطة ناعمة دعاة حوار نقاش استخدام أوراق القوة إلى آخره. لذلك إخواني وأخواتي يجب أن نكون جماعات ضاغطة حتى نستطيع أن نصل إلى ما نصل إليه لأننا نعتقد عندما يوضع الشاب الكفر في المكان المناسب أعتقد أننا سنحصل على نتيجة مهمة. ونحن نجد أن أغلب الدول التي يعني عندما نقرأ التاريخ ونقرأ كيف نهضت الأمم نعتقد بأنهم وضعوا خطط استراتيجية من الطفولة. يعني اليابان نضرب مثال خرجوا بعد الحرب العالمية الثانية بمعاهدة مذلة لكن وضعوا خطة للأطفال وقالوا سنصل بعد 20 عاما إلى
المستوى المطلوب. وفعلا عندنا هؤلاء الأطفال أصبحوا شبابا قادوا العمل في اليابان ووصلوا إلى ما وصلوا إليه الآن. لذلك إخواني وأخواتي أحببت أن أركز في هذه الكلمة على هذه القضية المهمة. يجب أن نفكر كيف نضغط من أجل أن يمكن الشباب كي نحقق أهدافنا وآمالنا. يعني في النهاية أنا أشكر إخواني في وزارة الشباب والرياضة وخاصة يعني على رأسها شاب أيضا أبو مصعب ما شاء الله الله يكرمه، وكذلك نشكر الإخوة في منتدى الشباب الحضاري على جهدهم الدؤوب والمتميز حقيقة التي أعتقد أنهم سبقوا الآباء، أقصد الآباء اللي هو معهد التنمية البشرية ومعهد إعداد القادة في مؤسسة إبداع، سبقوهم بالإبداع في كثير من الأنشطة مع الإبداع الموجود في التنمية البشرية وإعداد القادة وفي كل مجالات ومعهد فلسطين للدراسات في كل مجالات مؤسسة إبداع. بارك الله فيكم جميعا ونشكر لكم حضوركم الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بأن نلتقي في الأعوام القادمة لنناقش بعض القضايا التطويرية في القدس ونصلي في المسجد الأقصى محررا عزيزا. وفي الختام أختم كما بدأ أخي المهندس صابر، نترحم على شهداء الإعداد الذين ارتقوا ووصلوا إلى المنازل العليا إن شاء الله. نحن نتعب صحيح لنصل ونرتقي، ولكن هم أخذوا أقصر الطرق وارتقوا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الفردوس الأعلى مساء الأمس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم جميعا ويتقبل شهداءنا، وأن يفرج كرب أسرانا ويشفي جرحانا، وأن يعودوا ويعود مهجرين إلى وطنهم. وأسأله تعالى أن نصلي صلاة عز وفخار وتحرير في المسجد الأقصى قريبا. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ المشارك لتاريخ الأديان بكلية قطر للدراسات الإسلامية، رئيس وحدة الأخلاق السياسية بمركز التشريع الإسلامي والأخلاق في الدوحة، والكاتب والباحث بالفقه السياسي ومقارنة الأديان وقضية الهوية والعلاقات العربية الأمريكية، يشرفنا من غزة أن يكون ضيفنا وضيف الملتقى من قطر دكتور محمد مختار الشنقيطي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الأحبة على إتاحة هذه الفرصة، وأسف على عراقيل التواصل التي حدثت وعلى ضبط الوقت لأنني مضطر للرحيل الآن من المطار. لدي خواطر سريعة بموضوع الشباب والسياسة. أنا أعتقد أولاً أن ما نعيشه اليوم من تحولات دموية في الأمة هو امتداد لأزمة قديمة وعميقة أسميها الأزمة الدستورية للحضارة الإسلامية. لكل حضارة أزمتها، وأعتقد أن أزمة الحضارة الإسلامية تكمن أساساً بمشكلة شرعية السلطة، من يحكم بأي حق. ما اختلف المؤمنون المسلمون منذ صدر الإسلام إلى اليوم على موضوع مثل ما اختلفوا على مسألة شرعية السلطة، ولا تقاتلوا على موضوع مثل ما تقاتلوا على هذا. وقد تفجرت هذه الأزمة، أزمة الأمة في أيامنا، تفجرا دمويا ربما لم يسبق له مثيل بهذا الحجم وهذا الامتداد لأرجاء الأمة وخصوصا في قلبها. والأزمة الدستورية للحضارة الإسلامية هي ربما ما عناه الشهر الثاني في صدر كتاب الملل والنحل، حينما قال: وأول خلاف في الأمة فسيف في الإسلام على قاعدة دينية مثلما سل على الإمامة في كل زمان. الشهرستاني هنا يضع النقاط على الحروف حول المشكلة العويصة التي تعاني منها المجتمعات الإسلامية
منذ بدايتها. كيف يستطيع شبابنا أن يعين الحضارة الإسلامية على التغلب على أزمتها السياسية أو أزمتها السياسية؟ أعتقد أن هذا ممكن من خلال العمل على عدة محاور. المحور الأول هو أن شبابنا يحتاج إلى أن يعمق معرفته بالقيم السياسية الإسلامية من خلال النص الشرعي، وأقصد من خلال الكتاب والسنة. وأنا أزعم أن القيم السياسية الإسلامية النصية الموجودة بنص الكتاب والسنة لم تجد ما يكفي من العناية لا بتراثنا السياسي الذي بين أيدينا ولا بجهودنا المعاصرة التي المتعثرة الساعية إلى الاستئناف. القيم السياسية الإسلامية التي قيم سياسية التي جاء بها الإسلام هي قيم شاملة لكل نواحي بناء السلطة وأداء السلطة. فقد سن الإسلام بنص القرآن وبنص السنة للمسلمين القيم الكبرى التي تعينهم على بناء نظام سياسي رشيد، وترك لهم حرية التصرف بمجال الإجراءات والمؤسسات. طبعا هناك فرق بين القيم والمبادئ بجانب وبين الإجراءات والمؤسسات بجانب، وهذا أمر لم يفهمه بعض العلمانيين الذين يرون أن الإسلام بالمشرع للدولة، لأنهم خلطوا بين جانب القيم وجانب الإجراءات. الإسلام لم يشرع للإجراءات والأشكال السياسية أي المؤسسات الإدارية، ولكنه شرع للقيم والمبادئ التي يجب الالتزام بها في بناء السلطة وفي أداء السلطة. وأغلب ما نجد القيم السياسية في القرآن الكريم نجدها في قصص الأنبياء، وخصوصا قصة موسى عليه السلام التي تكررت في القرآن أكثر من أي قصة أخرى، لأنها تتضمن هدم الهرمية الفرعونية وبناء منظومة سياسية على أسس قيمية جديدة تماما، قائمة على أساس الأفقية وليس الهرمية، هي قائمة على أساس المساواة لا على أساس الاستعلاء والاستكبار. ثم السنة النبوية ثرية جدا في مجال القيم السياسية، لكن الأمر يحتاج إلى جرد واستقراء وبحث مضن. أعتقد أنه لم ينل بعد من شبابنا ومن باحثينا ما يكفي. لو تأملنا باستقراء وبذلنا الجهد الكافي في أمهات كتب السنة النبوية المدونات الكبرى للسنة لوجدنا الكثير من الأحاديث ذات الصلة في بناء السلطة وأداء السلطة. نجد ذلك في كتاب باب الإمارة من كتب الحديث، وفي باب السير، وفي باب الزكاة، وفي باب الجهاد، وعدة أبواب أخرى وأحاديث أخرى متناثرة في أبواب أخرى كثيرة. وقد حاولت أن أجمع طرفا من ذلك، وجمعت حوالي 2000 من الأحاديث السياسية المتعلقة ببناء السلطة وأداء السلطة. وأعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى جهود جماعية ويحتاج إلى اهتمام من شبابنا. هذا بالنسبة لمحور التأصيل. بالنسبة للممارسة السياسية أو بالنسبة للجانب الفكري غير التأصيلي، أعتقد أن شبابنا يحتاجون إلى انفتاح أكبر على التراث الإنساني. وهذا التراث الإنساني خصوصا التجربة الديمقراطية المعاصرة مفيدة جدا للمسلمين لترجمة قيمهم السياسية إلى مؤسسات وإجراءات. نحن لسنا بحاجة إلى استيراد قيم سياسية واستعارتها من الآخرين، لكننا بحاجة إلى استيراد واستعارة المؤسسات والإجراءات وكل ما توصلت إليه الخبرة الإنسانية في مجال المؤسسة وفي مجال الإجراء. ولا بد من المزاوجة بين قيم الإسلام وبين آخر ما توصلت إليه البشرية من إجراءات ومؤسسات في تنزيل هذه القيم على أرض الواقع. أما المحور الأخير فأرى أن عليهم أن يحذروا من الشطط الأيديولوجي وهم يمارسون السياسة. الممارسة السياسية هي كيمياء تخلط ما بين المثل أو القيم وبين الوقائع، هو التفاعل ما بين الاثنين. والممارس السياسي غير المنظر السياسي. المنظر السياسي وظيفته أن يبني أفقا وأن يقنع الناس بإمكانية السير تجاه ذلك الأفق، أن يبني حلما
ويقنع الناس بإمكانية تحقيق ذلك الحلم. أما الممارس السياسي فهو إنسان يتحرك ضمن معادلات الزمان والمكان والإمكان. ولذلك السياسة بالنسبة للممارس هي فن تحقيق الممكن وفن بناء المساحات المشتركة. فعلى شبابنا وهم يمارسون السياسة أن يكونوا واقعيين جدا، وأن لا يسهدوا بما يمكن تحقيقه اليوم ولو كان بسيطا من أجل البناء عليه للغد. أن لا يشغلهم الانشغال بالاستراتيجية الأخرى والمبادئ الكلية عن تحقيق الجزئيات، المعاناة اليومية لتحقيق الجزئيات ومكاسب ظرفية. والسياسي المتمرس هو الذي يجمع ما بين الهدف الاستراتيجي والأهداف التكتيكية، فلا ينشغل بالهدف الاستراتيجي عن الأهداف التكتيكية، ولا يقصر أفقه أيضا على الأهداف التكتيكية وينسى مبادئه وقيمه وأهدافه الاستراتيجية. والشطط الأيديولوجي هو مضر بالممارسة السياسية كثيرا، لأنه يقوم على أساس إما تحصيل الكل وإما خسارة الكل. فالذين يصابون بالشطط الأيديولوجي يفكرون بالسياسة تفكيرا باللون الأبيض والأسود، وهذا ليس من طبيعة الممارسة السياسية. فبقدر ما نريد من شبابنا أن يكون ضليعا بالقيم السياسية الإسلامية متشبثا بالمبادئ والمثل السياسية الإسلامية، نريد منه أيضا أن يكون واقعيا مندرجا ضمن الوقائع، مدركا لمعادلات الزمان والمكان والإمكان، يعرف ما لا يستطيع أن يحقق اليوم فيسعى لتحقيقه وعينه على الأفق البعيد وعلى الهدف الأسمى. والله تعالى أعلم، وبارك الله فيكم، وإن شاء الله يكون جمعا مباركا وعملا موفقا ومقبولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار على هذه الكلمة. وقبل أن نبدأ بجلسات ملتقانا الشباب السياسي الدولي ونتعرف على التجارب الشبابية السياسية المختلفة، نبقى الآن مع كلمة وزارة الشباب والرياضة، فليتفضل الأستاذ أحمد الحيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. الحبيب دكتور أدنان بعلوجي نائب رئيس مؤسسة إبداع، الأخ الحبيب المهندس صابر عليان رئيس منتدى الشباب الحضاري ورئيس اللجنة التحضيرية، الأخ الحبيب الأستاذ مشير المصري أبو بكر النائب في المجلس التشريعي، والأخ الحبيب المهندس إيهاب درسين أبو العبد وكيل مساعد وزارة النقل والمواصلات، الإخوة الأحبة الشباب والأخوات الكريمات الشابات الإعلاميون، جميعا نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبداية حقيقة أتقدم بالشكر والتقدير والتحية لهذا الملتقى وللقائمين عليه، لمؤسسة إبداع التي هي من المؤسسات الرائدة والتي أبدعت حقيقة في كل مجال وفي كل ميدان، وربما كانت من المؤسسات التي فازت في أكثر من مرة في مسابقات عقدت على مستوى قطاع غزة، نسأل الله أن يتقبل منهم. أيها الإخوة، أيها الشباب، والحديث مع الشباب له شجون. اليوم نحن في منتدى الشباب الحضاري، ولنا أيها الإخوة حضارة عريقة، ولنا إرث كبير، ولنا تاريخ مجيد ومجد تبيد، لنا مشروع حضاري كبير. نعم، الظروف والأحداث المتلاحقة التي مرت بأمتنا أثرت على هذا المشروع، بل وجعلتنا كأمة متقدمة، أمة لها حضارة وتاريخ عريق، جعلتنا نتراجع إلى الوراء كثيرا. ولذلك ونحن
في منتدى الشباب الحضاري ومنطقة الشباب الحضاري السياسي. ونحن نجتمع بكم أيها الشباب فنقول أن على عاتقنا جميعا وعلى عاتق الشباب تحديدا مسؤولية كبيرة في إعادة البوصلة وإعادة هذا وإعادة هذا المشروع الحضاري الكبير الذي نفتخر به ونعتز به. فنحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من الأمة التي كانت خير أمم، من الأمة المعطاء التي تقدمت في كل الفنون وأبدعت في كل الميادين والمجالات. اليوم أيها الإخوة الشباب، المسؤولية عليكم عظيمة وكبيرة، لأن الشباب هم عماد هذه الحضارات، أي حضارة في العالم عمادها وسر قوتها ومبعث حيويتها ونهضتها هم الشباب. وبالذات أيها الإخوة، ربما تقع المسؤولية عليكم أكثر حينما تكونون في أرض محتلة، حينما تكون الأرض محتلة والأرض مسلوبة والقدس والأقصى والمقدسات منتهكة وأسيرة، المسؤولية تتعاظم والجهد منكم يكون أكبر. نحن اليوم أيها الشباب في ذكرى الانتفاضة الأولى، انتفاضة الحجارة، وأنا أتذكر تلك الأيام، أيام الانتفاضة الأولى، أتذكر كيف كان الشباب هم وقود الانتفاضة، كيف قاد الشباب الفلسطيني انتفاضة الحجارة، وكيف حققت هذه الانتفاضة ما لم يحققه الكثير. الشباب كانوا هم المشاعل وهم الوقود. بدأت المسيرات وبدأت التكبيرات وبدأت المواجهات وارتقى الشهداء في الانتفاضة على أيدي الشباب الفلسطيني. فرحم الله شهداءنا الأبطال، رحم الله شهداء فلسطين، والمسيرة اليوم تتواصل بارتقاء الشباب أيضا الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل نهضة أمتهم ورفعة بلدهم وتحرير أوطانهم. لكم دور أيها الإخوة الشباب، ودوركم يتعاظم في ظل الأوضاع المتصاعدة. لا شك أن المشهد السياسي اليوم يشوبه كثير من التعقيدات، ولا شك أن هناك رؤى مختلفة وهناك اجتهادات متنوعة ومتعددة في ساحتنا الفلسطينية على مستوى فلسطين وأيضا على مستوى الإقليم من حولنا، صراعات وتناحرات، وكل له بوصلته واتجاهه الخاص به. ولكن دوركم أيها الشباب في توجيه هذه البوصلة بالذات على أرض فلسطين، أن تكون البوصلة باتجاه تحقيق مشروعنا الوطني الفلسطيني، أن تكون البوصلة باتجاه مقاومة المحتل البغيض الذي لا زال يرثم على صدور شعبنا ويبارز بحق شعبنا أقسى وأبشع أنواع الإجرام والتعسف والقهر. دوركم أيها الشباب أن تبادروا وأن تسعوا بكل ثقلكم أن تكسروا الحصار المفروض الظالم على شعبنا الفلسطيني. دوركم أيها الشباب في كافة المجالات، ثقافياً واجتماعياً وإعلامياً وسياسياً وفي كل ميدان، هذا هو الدور الحقيقي وهذا هو المرتجى من الشباب. ولذلك نحن في الحكومة أو في وزارة الشباب والرياضة أو وزاراتنا، نحن نفتح المجال والباب واسعاً لكم أيها الإخوة الشباب. هناك قانون الشباب الفلسطيني الذي سعت الوزارة إلى إقراره وأقر من المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2011،
هذا القانون أيضا يتضمن بنودا هامة في المجال السياسي، وهو يعطي الفرصة للشباب لممارسة حقهم في الانتخابات وحقهم في الترشح، سواء كانت في الكتل أو في الأحزاب أو في الفصائل أو في المؤسسات التشريعية أو التنفيذية، في كل مؤسساتنا. هذا القانون يكفل الحق لكم أيها الشباب بمشاركتكم السياسية على أوسع نطاق، ولكن أيضا يحتاج هذا القانون إلى تفعيل، ولا يمكن أن يفعل هذا القانون إلا من خلال الحراك منكم، لأن الحقوق تنتزع انتزاعا ولا تستجدى استجداء، الحقوق تنتزع. فعليكم مسؤولية أن تقوموا أيضا معنا جميعا، ونحن معكم كوزارات وحكومة، علينا جميعا أن نتكاتف، وأن يكون العام 2017 هو عام للحراك الشبابي الذي يطالب بحقوقه. قبل أيام أطلقنا مؤتمرا شبابيا دوليا حتى نستنهض الهمم، نستنهضكم ونستنهض معكم شعبنا ومؤسساتنا الوطنية، وحتى يمكن الشباب الفلسطيني. وربما من توصيات هذا المؤتمر ما يتعلق بالجانب السياسي وتعزيز المشاركة السياسية للشباب، ومن مقتضيات قانون الشباب أن يكون هناك برلمان شبابي، ونحن في الوزارة حقيقة سعينا أن يكون ذلك. لولا الأمور القهرية، لولا الظروف القاسية التي نمر بها من انقسام بغير هو الذي حال حتى اللحظة بيننا وبين أن نحقق هذا المشروع البرلمان الشبابي، لكن بدأنا في بعض القضايا التي ممكن أن تؤدي إلى ذلك، فشكلنا منذ أكثر من عامين مجلس استشاري شبابي نسعى اليوم إلى تطويره أو ربما إلى إعادة ترتيبه من جديد. كذلك طالبنا مع بدء الانتخابات البلدية بشكل واضح كوزارة للشباب والرياضة، طالبنا كل الفصائل والقوى الوطنية أن يكون للشباب دور حقيقي في المجالس المحلية التي قدر الله عز وجل حتى اللحظة أن لا تكون، لكن ينبغي أن يكون للشباب دور أيضا في هذه المجالس. وقمنا بالتعاون مع البلديات مشكورة بأن نشكل مجالس استشارية شبابية للبلديات، وقد كان في النصيرات، واليوم نحن على وشك الإعلان ربما بعد أيام عن تشكيل مجلس استشاري شبابي لبلدية جباليا النزلة في منطقة الشمال. ولذلك أيها الإخوة أيتها الأخوات، نحن نسعى كوزارة، لكن نريد أيضا أن يكون الحراك والمبادرات التي نحن على ثقة أن مبادراتكم ومقترحاتكم وتفاعلكم هو كبير ولا يحده حدود بإذن الله عز وجل. لنقل أن 2017 هو حراك شبابي، أولاً يبدأ بأن يكون إنهاء لحالة الانقسام البغيض التي أثرت سلباً على شعبنا وعلى شبابنا تحديداً. بطالة بالآلاف، البطالة بالآلاف، إشكاليات الشباب كثيرة، ربما الانقسام والحصار والاحتلال هو سهم، وليكن حراكاً شبابياً يطالب القوى الوطنية والإسلامية اليوم بوضع حد لحالة الانقسام المهين لشعبنا الفلسطيني. ونحن جاهزون في الوزارة كما كنا على الدوام، نفتح أبواب الوزارة لكل شبابنا بكل الأطياف السياسية اليوم. مؤتمر الشباب الدولي كان قبل أيام بمشاركة الفصائل الشباب من الفصائل الوطنية. أيضا نفتح المجال واسعا مع بداية العام 2017 لأن يكون هناك مخيمات شبابية تجمع الشباب من كل ألوان الطيف السياسي، يكون هناك منتديات شبابية أيضا تجمع الشباب الفلسطيني، ملتقيات شبابية، وفي كل مجال نحن كوزارة جاهزون إن شاء الله أن نكون معكم وأن نشكل معكم ضغطا بإذن الله عز وجل. وأعتقد أن الخطوات بدأت، الخطوات الفعلية لتنفيذ توصيات المؤتمر الدولي للشباب بدأت اليوم. التشريعي نضع أيدينا في أيديه، اليوم التشريعي تم تشكيل لجنة حتى نشكل نحن في الوزارة مع الإخوة في المجلس التشريعي ضغطا على الحكومة هنا على الأقل بما تستطيع
من تقديم خدمات للشباب الفلسطيني. وأعتقد أن بعض المؤسسات اليوم بدأت فعليا في فتح باب هو متواضع لأن يسجل الشباب أسماءهم ضمن العمل في بعض المؤسسات الشبابية والمؤسسات المجتمعية. أتمنى إن شاء الله لملتقاكم التوفيق، وأتمنى لشبابنا الازدهار، وأن تكونوا دائما كما عودتمونا أن تكونوا دائما في المقدمة ومن المبدعين في كل ميدان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر والتقدير للأستاذ أحمد الحسن وكيل وزارة الشباب والرياضة على هذه الكلمة. وبذلك نكون قد وصلنا لنهاية الجلسة الافتتاحية، ونبدأ الآن فعاليات الجلسة الأولى لهذا الملتقى، والتي سنتحدث عن المشاركة السياسية البرلمانية والحكومية، والتي سيديرها الإعلامي وائل جلوان ماجستير علاقات دولية، مذيع ومقدم لبرامج في إذاعة صوت الأقصى وقناة TRT الأردنية. فليتفضل الأستاذ وائل جلوان بإدارة